ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم في شويه انتعاش كده حلوين قوي 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 قوي. الناس اللي كلمتني وقالت لي يا جيجي كلمينا بقى كده تفصيليا عن الحاجات اللي انت جبتيها من يونيفرسال. تمام، عايزه اقول لكم بقى رايي فيها بمنتهى الامانه. اولا النهارده عايزه احلى لايك لاحلى جيجي. تمام، عايزه النهارده الفيديو ده يطلع ترند، عشان بجد بجد اللي انا شفته النهارده في المروحه ده مميزات انا ما شفتهاش في اي مروحه تانية. بجد انا بتكلم بامانه ربنا. تمام، اولا عايزه اكلمكم كده، هنفصلها بس الاول. بس قبل ما نفصلها عايزه اقول لكم ان احنا جايه معاها ريموت. تمام، في حته الريموت دي بصي، اولا انت كنت سامعه صوتها، صوتها عامل زي موج البحر، مش الصوت الكراكه يعني وانت نايمه يبقى عامل لك ازعاج. تمام، معانا 5 ريشه، في منها على فكره الوان. تمام، يعني هي مش لون واحد، في منها الوان. كمان 5 ريشه زي ما انتم شايفين كده اهو، طبعا في منها الوان. الحاجه بقى الجميله قوي قوي اللي عجبتني، بصوا القعده بتاعتها جامده جدا، متماسكه جدا جدا جدا. يعني لو جه ولادك بيلعبوا حواليكي بالمروحه، دايما المروحه اللي ستاند تلاقيها وقعت. تمام، لا دي ما فيهاش اهتزاز، يعني ما بيحصلش اهتزاز، واتخبطت بكوره، اتخبطت باي حاجه، ما فيهاش حته الاهتزاز. تمام، يعني وانت قاعده في مكانك، وانت قاعده في مكانك هتولعي وتطفي الريموت. تمام، فدي حاجه برضو كويسه جدا، يعني انا مش عايزه بس اولعها تاني. تمام، لان هواها شديد جدا، تشتغل على كام سرعه هوريكم كده اهو. بتشتغل على 3 سرعات زي ما انتم شايفين، السرعه الاولى والسرعه الثانيه والسرعه الثالثه. الصوت بتاعها هادي جدا جدا، انسيابيه كده. احلى حاجه بقى عجباني قوي قوي في يونيفرسال ايه هي بقى؟ ان انت معاكي ضمان 5 سنين. انت عارفه يعني ايه ضمان 5 سنين؟ طب هو الموديل اصلا ايه ده يا جيجي بتاع المروحه دي؟ اسمها مروحه اباتشي. تمام، اباتشي، وهي فعلا اسم على مسمى، هي فعلا اباتشي، هي فعلا قويه جدا، هي فعلا بسم الله ما شاء الله متينه. عايزه اقول لكم ان انا كنت بعاني معاناه شديده جدا 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 في موضوع المراوح ده. بقى يا جيجي بتعاني معاناه شديده جدا جدا في موضوع المراوح دي؟ هي مش مروحه زي اي مروحه، لا، انا عندي بقى معاناه ان انا كل سنه كنت بشتري لي مروحه. ليه؟ هي بتقعد معايا فتره الصيف وخلاص على كده، بعد كده بلاقي الموتور اتحرق، الاقيها باظت، الاقيها حصل لها اي حاجه. دي بقى الميزه بقى معايا ان السعر متميز جدا جدا، انا جبتها بسعر لقطه، والحقوا السعر ده علشان السعر فعلا مفاجاه. اولا معاكي ضمان 5 سنين، تاني حاجه مش عايزه احرق لكم بقى السعر كمان، عايزه اقول لكم زي ما انا كده يعني اتفاجئت بالسعر، اتفاجئوا انتوا كمان معايا. هسيب لكم اللينك اللي يدخلك على الصفحه، انا مشترياها ازاي. انا مشترياها قلت بدل ما انزل واروح واجيب انا كل حاجتي جمعتها من عند يونيفرسال، هوريكم شكل الصفحه كمان. تمام، اللي انا جبت منها قلت انا هبص كده على حاجه كلها ضمان. تمام، فانا لقيت طبعا يونيفرسال حلو جدا، الاسعار هي كمان تحفه. تمام، هسيب لكم اللينك يا جماعه، ركزوا، اللينك هسيبه في اول تعليق، خشوا عليه وشوفوا السعر بتاعها هايل هايل هايل. على فكره عشان تبقوا عارفين، انسب وقت تشتري فيه مراوح او تشتري فيه تكييفات هو في الشتاء. اولا بيبقى السعر كويس جدا جدا، بيبقى تخفيضات حلوه قوي، عندهم خصم 10% على اي حاجه من يونيفرسال، وكمان فوق الخصم عاملين مفاجآت عشان البلاك فرايداي. عاملين حاجات حلوه بصراحه، عجبني. كمان الشحن مجانا لحد باب البيت، والتركيب مجانا. عايزه اوريكم ان هي اصلا اتركبت ازاي، تابعوا معايا الفيديو للاخر هتشوفوا ان اصلا التركيب حتى بتاعها لحد البيت، يعني فظيعه بجد، حلوه جدا. احلى حاجه عجباني ضمان 5 سنين، يعني بصي اهلكي فيها ومش هيحصل لها اي حاجه. انا كل سنه بجيب لي بالمروحتين 3 بجد يا جماعه. يعني انا عايزه النهارده لايك كتير بقى بالله عليكم، عشان ناس كتير تستفيد. لو اي حد عايز يشتري مروحه ما يترددش ثانيه واحده، انا بقول لكم امانه ربنا اللي انا شايفاه. تمام، هسيب لكم بقى تكملوا معايا الفيديو عشان نشوف وهي كانت بتركب عامله ازاي، واوريكم كمان شكل الموقع، وكده كده هسيب لكم اللينك. تمام، واشوفكم بقى في فيديو جديد حبايب قلبي جيجي. بس استنوا كملوا معايا الفيديو وهي بتتركب. ادي الصفحه اهي، سايبه لكم بقى اللينك انا في اول تعليق. تمام، هي بتاعت شركه يونيفرسال، كل حاجه بقى هعمل لكم فيديو عليها. تمام، يعني هعمل لكم تفصيليا عن حاجه حاجه انا اشتريتها، السعر بتاع المروحه مفاجاه، اول ما تدوسي هنا هتدخلي وتعرفي السعر على طول. مفيش حاجه على الجنب يعني.